وهنا يوم أمسية ليوم نحتفل به بأمهاتنا، وما علينا إلا أن يكون هذا السباق سباق للشباب. ندعو إلى الشباب والشباب إلى مؤازرة هذه التعاطي إلى هذه الرياضة الجميلة أم الألعاب، فهي ألعاب القوى. مرحبا بكم في هذه الأمسية الرياضية، أمسية للنساء، أمهاتنا العزيزات علينا. فهذا السباق يعرف منافسة شرسة بين العدائين، فالعدائين الكتاكيت للأسف لا لم يكن العدائين موجودين ككل. نتمنى من بغيت أن ينظم مرة أخرى هذه السباق، السباق جيد فما المساحة جيدة. فاليوم هنا نقترب المسافة المتصدر الأول، أوه عقب من اسم ديال السباق المتصدر الأول والثاني بيضاء محمد من نادي أشبه المدينة العرائش، الثاني نادي الشرقي من نادي أشبه العرائش، الصف الثالث هذا عدى من قرية الدهيرية محمد الحمري حتى المرتبة الثالثة في البراعم. هذا نتيجة إن شاء الله لعلها تكون خير للفائدة، فائدة الشباب والشابات. أعطينا شوية الموسيقى.